امتحان نهاية التخرج اكزامان ترانسفورماسيون 2018 فاريونس 1 3. وصلنا دابا للموديفيكاسيون. اذا احسن حاجة نقدروا نموديفيو ديريكتومون وندخلوا لي زانفورماسيون، ولكن احسن خاصنا نشارشيو عاد نديروا الموديفيكاسيون. قلنا بان في الامتحان براتيك باش ما تضيعش الوقت يكفي انك دير اوبيراسيون ميزاجور وحده وتنقلها من الصباح الاخرين، ويكفي انك دير اوبيراسيون دو ريشيرش وحده وتنقلها الاخرين. وبالتالي اذا مادام كان عندي الكود باش عمرت هاد دروب داون ليست الكومبو بوكس هذه بلي ايدي تي بي، غنعقب ندير الكود ديالها في شيرشي. اذا كما قلنا نحاول انني نمشي للكود اللي درت في اللود ديال الفورمولير باش عمرت الكومبو بوكس فوالا. وغنحاول انني ندير لا ريشيرش، نحاول ندير لا ريشيرش. اذا هذا هو الكود اللي كدرسو هنا. واذكر بان لادو دوت نت هو مفتاح النجاح ديال ديالكم في السنه الثانيه، لان كاين دوسي دو خاص بلادو دوت نت او لي زابليكاسيون كليون سيرفور، وحتى في لاي اس بي تتعاود الكود. اذا غناخذ هذا، شوف معايا ناخذ هذا الكود هذا فوالا، لان ان فوا نكتب كود درو شاش واحد انا قبل ندير ليه التعميم في باقي الازرار في البرمجه ديالو. اذا هنا دابا شيرشي على اللوجمون بالاي دي فوالا. اذا انني نبدل غير شي حاجه شويه، اذا هات كوبي كولي كونترول في ورجع. دائما تنحترم هذا الشيء اللي درت ديك المره فوالا. اذا دائما عندي انشان دو كونيكسيون بروغرام بون كوم بو اوبن. قلنا راه في الفيديوهات السابقه صيفط لاشين دو كونيكسيون في كلاس بروغرام. لا روكيت دابا ديالي هذه المره هي سيليكت، غنحاول نجيب كاع لي زانفورماسيون، وبالتالي غتكون سيليكت ايطوال فروم لوجمون فوالا. اذكر بان عندي واحد لوجمون ولكن بغيت ريشيرش بار نيميرو، اذا غنقدر ندير نزيد فروم هادي ونزيد وير وغنمشي نقلب الطابل لوجمون اشنو هو الاي دي ديالو فوالا. اذا مش شويه عليا، شوف معايا ها انا عندي لا طابل لوجمون، نمشي لي كولون باش تصيبتهم، وعندي الكليب بريمير سميتو في لا طابل لوجمون في الباز دوني سميتو ايدي، اعتقد ايدي لوجمون فوالا، ايدي لوجمون. اذا مزيان شويه عندنا. وذكر بان هاد قاعده البيانات راه صايبنا الدوسي ان في الفيديوهات السابقه بالنسبه للاسئله ديال اس كيو ال سيرفر. بقى لي دابا ان شاء الله لادو دوت نت، وبالتالي ان شاء الله تكون هنا كما قلنا اي دي فوالا. اذا هنا رجع الكود ونخدم الخدمه ديالي، هي وير جو ايدي لوجمون فوالا. ايدي لوجمون يساوي اروباسك واحد البارامتر ا. اذا بلا ما ندير لك زائد كوت لان هذيك تسمى لي اس كيو انجكسيون تيكون فيه مشاكل بزاف. اذا من الاحسن ان اذا ها هي لوبجي كوموند دائما تتعلق بلا روكيت الى كونيكسيون. قلنا كاين الكونيكسيون الحافظه روكيت اوبجي كوموند، دابا اس كيو ال داتا ريدر. ولكن دابا ملي درت واحد البارامتر لاحظتي بان درت هنا واحد البارامتر اروباسكا، يعني خاصني واحد البارامتر تحت لوبجي كوموند. ها هو تحت لوبجي كوموند، وبالتالي اس كيو ال بارامتر هيا فوالا. غنسمي ان شاء الله بي ايغالا نيو اس كيو ال بارامتر فوالا. وغنحاول انني نعطي القيمه ديال هاد اس كيو ال بارامتر هذا اللي هو اروباسك تسميح. اذا هنا كما قلنا هنا ارو باسك. وذكر بان تنخدمو في مود كونيكتي، ما درناش مود دي كونيكتي، ما درناش لونتي تي فريم وورك ولا شي حاجه. انا قلت بان الاشياء البسيطه جدا تنبريباريو مع الناس اللي تي اما اللي عنده الحمد لله عنده مهارات ف بلا ما يتصنت لهذا الفيديو هذا فوالا. اذا حاولنا اننا نخدمو باسهل الطرق اللي ما تتحسبش على معلومات كثيره. اذا شي حاجه بسيطه جدا. اذا ولكن اللي بغى يخدم بالديكونيكتي ولا بادو دوت نت اون سيتي فروم ولا بلينك، راه في القناه كاينه اون بلاي ليست، وذكر كاينه بلاي ليست اللي فيها هذه. اذا غتكون هنا هي ديس بوان تكست بوكس لاحظتي بوان تكست. ودائما باش ما نتسرعش نحاول دائما مصدر هذه هي تكست بوكس. اجي نشوف واش فعلا تكست بوكس 1
هي هذه. اذا انا بغيت ندير الا هذا، اذا نقول هي تكست بوكس 4، اذا ماشي ان، اذا هي غنحاولوا نعطيو تكست بوكس 4. اذا كما قلنا هنا غنمشي لعند تكست بوكس 4 فوالا. انا صايب دابا الحمد لله البارامتر، بقى دابا هاد البارامتر ناجوتي لهاد الكوموند ان شاء الله. باش ناجوتي الكوموند غنمشي ندير كوموند بوين كوموند بوين كما قلنا بارامترز بوين اد و بوين اد ان شاء الله باذن الله. ونحاول ندير البارامتر بي، نقدر ندير ويد فاليو بلا ما نبقى ندير هاد جوج حويجات، ولكن انا تعجبني بحال هكا اسكيول داتا ريدر هي هادي دي ال. ولكن الهدف ديالي دابا هنا ماشي غنعمر كومبو بوكس، ولكن غنافيشي النتائج ديال لا ريشيرش. اذا هنا لافيشاج ديال النتائج ديال لي روش افيشاج. اذا فين غنافيشي؟ غنافيشي في هاد الحويجات اللي هما تكس بوكس 1 2 3 والكومبو بوكس. وبالتالي ان شاء الله غنحاول انني بشويه عليا ناخذ لي فاليو ديالي فوالا. يا بسم الله. اذا باش ما نغلطش في الكتابه ديما نصبق الديس ونخليه هو يطلع عليا دوك لي تكس بوكس. تكس بوكس 1 فوالا بوين تكست فوالا. ونحاول دائما نربح الوقت من خلال كوبي كولي فوالا. اذا كما قلنا دي ار غتكون ان شاء الله بوين جيت فاليو فوالا. جيت فاليو ان شاء الله زيرو، جيت فاليو صفر. وباش نبقى هاني نقدر ندير تو سترينغ باش يكون الكونفيرسيون فوالا. وباش ما نضيعش الوقت انا الحمد لله نعقد ندير هاد كونترول سي، نعاودها ان شاء الله شي اربعة المرات فوالا. اذا كومبو بوكس 2 غتكون ان شاء الله هي الان فوالا. كومبو بوكس 3 غتكون ان شاء الله كي السمير غتكون 3 غتكون هي هنا غتكون هي 2 ياك. بقات لي ان شاء الله الاخرى هي كومبو بوكس فوالا. كومبو بوكس فوالا ولا دروب ولا ديك الكومبو بوكس. اذا 10 جو ريبيت بوين تخلي هو فوالا. ها هي كومبو بوكس 1 بوين تاكس بولا ولا بوين سيلكت ايتام يساوي دبل فاليو 3 فوالا. الحمد لله. اذا نجي نجرب بعدا كاين هاد لا ريشيرش وعاد ندير البوطون موديفيكاسيون ونسالي الفيديو باش ندوزو لاشياء اخرى. اذكر باننا هنا خدامين خدامين في ايدي لوجمو. ايدي لوجمو الحمد لله مزيان. سمعنا البيسي شويه عندي ناقص كيما قلنا هنا ايدي لوجمو فوالا. وكيما قلنا غيبان لنا شي انفورماسيون دارو ولا ما داروش. اذا اذكر بان صافي حنا تنخرجوا ليكزامان ليكزامان نوريكم التصاور ان شاء الله. ايكزامان فان فورماسيون فوالا. وكاين دابا واحد الدوسي دو اعتقد هو هذا. هاد الدوسي دو اللي فيه مجموعة ديال الأسئلة فوالا. وهاد الأسئلة هادي اللي فيها هاد السؤال اللي فيه كري ان فورميلار دو ميزاجور، صيبنا لو تيب دو لوجمون يسواجي ابارتير ديال الدورو والفيديو السابق جنو قالت الحمد لله. الانترفاس الاولاني اللي هو هدية خاصة ديرو تبدا به هو الاول كاع ثلاثة نقاط راه مزيان. تيبقى لنا دابا لو بوطون اجوتي درنا لاجو سوبريسيون درناها. بقى دابا لا موديفيكاسيون، وقبل من لا موديفيكاسيون درنا احتجنا لا ريشيرش. وبالتالي ان شاء الله غنحاولوا اننا نحاولوا اننا بعدا كي نصايبوا موديفيكاسيون. وبالتالي نجربوا واش يصدق لينا ان شاء الله هذاك الكود ديال لا ريشيرش ديال لا ريشيرش افون دو موديفي فوالا. اذا كما قلنا نرجعوا اخويا الكود ريشيرش. اذا نحاولوا اكزيكيتيو يا بسم الله فوالا 2 3 كومبو بوكس. ودائما كما قلنا تحتار من المعايير اللي هي كونيكسيون روكيت كوموند اس كيو ال داتا ريدر لافيشاج. نسدو داتا ريدر ونسدو الكونيكسيون. اذا حسن دائما تسبق الكونيكسيون تحلها وتسدها في الاخر، دير داتا ريدر تسدها وتبدا تخدم الخدمه ديالنا. لاحظتي بان درنا كوبي كولي وما ضيعناش الوقت في ليكزامان براتيك. وما تنساوش بانكم خاصكم تسجلوا كل 5 دقائق دير كونترول اس ما ربما تقطع الضو ولا شي حاجه ولا هذه. اذا ضروري النصائح انني نحاول انني نسجل
كل وقت انني نسجل الخدمه ديالي باش ما تضيعش. دائما كونترول اس كونترول اس كونترول اس، وننظم الخدمه ديالي بشويه، وما نحاولش انني نجاوب على الامتحان كامل، نجاوب ونتربح النقاط، وفي الاخر نلقى راسي بانني راه صيفط الامتحان كامل. اما لا تضعقتي وبغيتي تجاوب على كل شيء، خصوصا الناس اللي شويه عندهم النيفو، راه ما غتقدرش يوقع لك بروبليم. بشويه اللي ربحتيها ديالك، اللي ربحتيها اي سؤال درتي ربع، وجاوب على قد السؤال. ولا قدرنا لي كونترول اوتيزاتور اللي ما كانوش مطلوبين بلا ما ديرهم. اذا نجرب نجرب ان شاء الله هنا، الا شديت شيء فوالا الحمد لله ندير شيرشي فوالا نشوف لك شي واش مزيان ولا لا. اذا الحمد لله ها هما لوجمون واحد ابارتمون ان دو لي زانفورماسيون. دابا غندوز ندير موديفيكاسيون. دابا شوف معايا عندي الاي دي ديال هنا الكلاين، نقدر نبدل هاد لي زانفورماسيون كاملين. وذكر شوف معايا راه ديجا درت اجوتي. اذا ملي غندير غير ندير الكود موديفيكا، راه ما نكتبش الكود كامل، غندير غير كوبي كولي، ولكن اللي غنبدل هي لا روكيت، نبدل فقط لا روكيت. اذا نرجع للكود ديالي ان شاء الله فوالا. اذا غنمشي لكيستيون ده فوالا. الحمد لله عندي بيسي ثقيل، ولكن الانسان يقدر ينقل الكود ولا هادي. اذا هذا الشيء اللي عطى الله ان شاء الله. اذا شوف معايا عندي ديجا اجوتي، واش غنكتب ثاني الكود ديال الموديفيكاسيون؟ راه الروكيت تتبدل. اذا غنمشي لهنا اوتوماتيكمون عند لاجو، ونحاول اخويا نبدل نجيب هذا الشيء كامل هذا. وخصوصا هذا لاجو زوين فيه لي باغامتر مقادين مصايبين فوالا. اذا ديما نخلي موديفيكاسيون ديال الاخره، نسبق لاجو الاولاني باش يكون مدير ديجا البارامتر، ونعقب علاش غيتبدل. غيتبدل فقط، غتبدل ان شاء الله فقط لا روكيت اس كيو ال اللي غتولي فيها ديال ابديت لوجمون سيت لي فالور فروم وير وصافي، واكزيكيوت نون كويري كما تنديرو في الحالات الاخرين. اذا كما قلنا بشويه علينا هذه، نصغروها واحد شويه فوالا تسميح هنا فوالا. جيت هي نصغرها واحد شويه، رجع عند الكود اخويا ديال الموديفيكاسيون تراي دايما تري كاتش فوالا. تفكيت منهم في الاول، ها هي الحمد لله كونترول سي. غنرجع للواجهه ديالي فوالا، مشي اخويا الموديفيكاسيون هاتا بالزربه. الحمد لله ما غنضيعش الوقت، لانني الاكزامان براتيك راه ما فيش بزاف ديال الوقت، وبالتالي ان شاء الله بشويه غنبدا نبدل. يلا الحمد لله انا حافظ، ها هي كونيكسيون دارت ان شاء الله فوالا. اش بقى دابا؟ لا روكيت انا غنشوف هادشي ان شاء الله. لا روكيت، اذا يا بسم الله لا روكيت هي ابديت لوجمون فوالا. ها هي بسم الله ابديت تسميح ابديت فوالا لوجمون سيت الاول. ها هي غنبدل حتى الكلين نبدلو. ها هي ايدي هاتا ايدي لوجمون يساوي بشويه عليا يساوي اروباسك ا كيما قلنا. ها هي اروباسك ا فوالا فيغول. اجي باش ما نغلطش اخويا، نمشي نشوف لي شون لي بي لي. هيا ندوز لي بي لي ايغالا اروباسك بي. نجي اخويا هنا ثاني نشوف الباز دوني، ما نزربش بري لوجمون. ها هي اخويا هنا بري لوجمون يكفيك انك تحط غير اجوتي وتبدل غير روكيت بالنسبه للسوبريمي وموديفي. نزيد اخويا هنا، بقات ليا اخر حاجه هي اي دي تيب لوغ فوالا. ها هي اي دي تيب لوغ اروباسك وير. دابا بقات لنا ان شاء الله وير، هي وير هذاك اي دي قلنا لوجمون. الاي دي لوجمون يساوي اروباسك وير هذه. اذا كما قلنا اروباسك بي سي دي بقات لنا. اجي نفيريفي مزيان هاد القيمه ديال اروباسك ا هي القيمه الجديده، هي تكست بوكس عندنا الحمد لله. بي هي هذيك، سي القيمه ديالها فلوت بوان
سي القيمه ديالها هي هذيك الحمد لله. قيمه الدي بقات ان شاء الله هي وحده، بقى بارامتر واحد اللي اللي هو او، بارامتر او اللي القيمه ديالو هي كومبو بوكس 4. فوالا كونترول في بقات ان شاء الله هنا، وهذا غنسميوه 5 القيمه ديالو هذا او ان شاء الله. وهنا غيكون تاكس بوكس 4 ولا انت كا ولا انت غناخدو هذا كونترول سي كونترول في. فوالا هنا كما قلنا الكلي الورك عندنا في الكات، اعتقد في الكات الحمد لله. فوالا اذا كما قلنا بقات بي 5 كلشي درنا ليه، بقات دابا بي 5 هاهي عالية هاتا كونترول سي ما نبدلش بزاف. فوالا كونترول في ونجيب هنا 5. فوالا الحمد لله صافي ونيكزيكوتي. وهنا غندير بيان سور غندير لا موديفيكاسيون بيان فيمو دي في كاسيون. نتمنى الكود ديال لا روكيت اذا كانت عندي شي اشكال حتما غيكون عندي اشكال ديال ابديت لوجمون 7 هذه مساعي، ولكن ان شاء الله يكون خير. فوالا اذا كما قلنا نحاول اكزيكوتي. اذا غنكون ساليت لي موديفيكاسيون، غيبقى ليا دابا باش نكمل داك السؤال اللي راه الحمد لله سؤال فيه شحال من نقطه، فيه 4 و 2 6 8 نقط فاصيل 8 نقاط، راه شي حاجه كثيره مع الثلاثه ديال الفورمولير هي 11، راه هذه 11 نقطه على 8 راه يعني النجاح يكون قريب. جيب 12 في ليكزام راه تربح ان شاء الله، لان ليكزام براتيك راه هو كلشي. اذا كما قلنا كيسيون دو، هي بسم الله كيسيون دو فوالا. غنجي اخويا كما قلنا نفيريفيو نشوفو شي ان باغ اكزومبل، قلنا تنشرشيو نتسنى شويه هادي. وهاد لابارتمون غنسميها مثلا ماشي ابارتمون، غنسميها ميزون نورمال، ميزون عاديه ولا ميزون تراديسيونيل تراديسيونيل تراديسيونيل. ونبدل البري ديالها مثلا 200 باغ اكزومبل هايا ولا 2000 فوالا. وصافي نحاول ندير موديفي فوالا، نشوف واش غدوز الامور مزيانه ولا كان عندي شي خطا. نون دو لا كولون نون فاليد بري لوجمون الحمد لله بخير زوين، لاني درت اس دو اكسبسيون عندي خطا، راه ما عنديش شي واحد سميتو لوجمون بري لوجمون. اذا غنبدل هات رجع الاس كيول نسد هادي وغنرجع لها اس كيول هات بشويه. وهنا راه ما عندي بري لوجمون افيك تي، بري لوجمون افيك تي. ونمشي للكود نشوف نشوف الكود اللي كاين هنا. اذا كما قلنا بري لوجمون، انا خطات انا الحمد لله، خاصني ان لوجمون خاصني ان الحمد لله. هاو اذا قالك اسيدي ميمكنش تبدل حتى تسد هادي، انا غنسد البلاصه هاي برضه هادي فوالا. وندير ان فوالا الحمد لله بالزويون. ندير هاد تري كاتش مع كنا درنا تري كاتش ودرنا اس كيول اكسبشن باش يعطيك اكزاكتومون النوع ديال الخطا. شو مع اس كيول اكسبشن تعطيك الخطا رولاتيف على روكيت اس كيول الا كان عندك شي بروبليم. يا بسم الله نعقب ثاني ندير ليكزيكيسيون، والهدف ديالنا هو يكون عندي الاخطاء ماشي دوز ليكزيكيسيون ديريكت لا، لان حنا نتعامل مع الناس اللي باغي يطوروا النيفو ديالهم باغي يجاوبوا الامتحانات، وتقدر تصادف بهذا النوع ديال الاخطاء وتجاوب عليها بسهوله ان شاء الله. ما تنحشموش وما تنبغيش نبانو فوالا. اذا اذا ها هي فوالا كيسيون دو كما قلنا اجي نفيريفي ان شاء الله. كما قلنا لو ان هنا في الابارتمون 1 كنا غندير واحد الميزون ان شاء الله، ميزون تراديسيونيل كنا بدلنا هذا حتى هو درنا ليه واحد 200 ولا 2000 كاع. وعرو غندير ان شاء الله موديفي. اذا كانت الامور زين غيقول لي بيان بيان موديفي فوالا، هذا بيان موديفي الحمد لله. اجي نبدل نشوف القضيه اش فيها شيرشي فوالا ها جوج، ونرجع للان باش نشوف واش دار ليا تراديسيونيل بلا ما نمشي للباز دوني. فوالا اذا ها هي ميزون تراديسيونيل. اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء ان شاء الله في واحد السؤال اللي مهم اللي كلاسيك هادشي تنديرو فيه لا كلاسيك، خاصو تفهم وتحفظ وما فيها باس صاحبي واحد يحفظ لوبجي كوموند الروكيت حتى شوف لو كونيكسيون الروكيت الكوموند لي بارامتر ودير الوايلد دي ار بوان ريد
ودير دائر بوان كلوز وكونت بوان كلوز بالنسبه للريشيرشي. كاين صاحبي عندك غير لاجوتي ولا موديفي ولا سوبريمي اللي تسموه ميزاجور، تدير غير لوبجي كونيكسيون، اسهل حاجه في العالم لوبجي كونيكسيون صافي، وتدير لا روكيت وتدير لوبجي كوموند ولي بارامتر وتدير كوموند بو اكزيكيوت نون كويري صافي وتجيب النقط بلا ما لا عياقه ولا هادي ولا هادي. اذا شكرا، الله ييسر لكم والله يوفق الجميع ان شاء الله، وموعدنا مع الفيديو الماجي ان شاء الله باش ندير لي بوطون ديبلاسمون في هاد البلاصه باش نكمل ان شاء الله جيستيون لوجمون اللي فيه 8 نقاط على 80 راه ما ساهلاش، اجمع غير الفم. اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء اعزائي.